السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين الكرام، مرحبا بكم وسهلا، مرحبا بأهالينا في المناطق المحتلة، مخيمات العزة والكرام. منين ينكر جيش التحرير الشعب الصحراوي ما تلاقي حد يتكلم، منين يذكر الجيش ولا تجي سيرته ولا تجيب حد اخباره ما تلاقي حد يتكلم، ولا تلاقي حد يناقش، ولا تلاقي حد يزايد. لان فعلا لان هناك رجال متواجده في الميدان تضحي بالغالي والنفيس من اجل شيء واحد، الا وهو الحريه والاستقلال والكرامة، ومن أجل كرامة الشعب الصحراوي. مرحبا بكم وسهلا كامل متابعين الكرام، مرحبا وسهلا. في بعض نقاط من جدار ظل والعار يشهد الآن يعني أقصاف، ويشهد يعني نيران كثيفة من قبل بواسل جيش تحرير الشعب الصحراوي، نصرهم الله ووفقهم وسدد رميهم. والآن يعني حسب المعلومات يعني اللي جاتنا وتوصلنا بها من عدة نقاط، فهناك يعني قصف كثيف على منطقة على قطاع أوسرد، بذلك هناك قصف عنيف على قطاع القلتة، وقصف عنيف أيضا بقطاع مدينة سمارة المحتلة. يعني هذا القصف اللي خلق ما هو جاي يعني ليس وريد الصدفة، وإنما هو تضحيات رجال ضحوا بالغالي والنفيس من أجل شيء واحد، ألا وهو الحرية والاستقلال والكرامة وعودة الشعب الصحراوي اللي متواجد في الشتات وفي المناطق المحررة، وكذلك في مخيمات اللاجئين الصحراوي المتواجدة بتيندوف. الآن يعني أهل مدينة السمارة ركز على مدينة السمارة، لأنه دائما نحن ننشر أقصاف ونحاولوا عنا ننشر ونحاولوا عنا نجيبوا، لأني أنا ثائق في مصادري، ممكن يعود ما خالق فيديو ولا خالق صور، ولكن شحن معلومات وخطورة الوضع غير الخبر، متأكدين على المقاتلين ما يكذبوا ومصادرنا ما تكذب، ودائما الخبر اليقين متواجد عندها، دائما متواجد عندها. أهل مدينة السمارة اللي متواجد معانا من مدينة السمارة المحتلة في اللايف المباشر، هل هنالك قصف؟ يعني هل هنالك دوي انفجارات؟ هل سمعتم دوي انفجارات قرب مدينة السمارة؟ هل خرج المستوطنون المغاربة إلى الشوارع خوفا من دوي الانفجارات؟ ما يعني هل تمكن تطرحونا في الصورة ويدخل معانا أحد من مدينة السمارة ويشاركنا في البث ويطرحنا في الصورة؟ يا مرحبا بكم وسهلا. سكان مدينة السمارة يقول لك الموت فرض، شي ثاني ما هو فرض، والخوف لا من مولانا، والعاطش لا مولانا، وما حد كاتب لك مولانا سرطة في الدنيا لتجبرها، ونهار وافين ايامك وافين، هذا الشيء معروف ومكمش عليه ومآمنين به ايمان شديد مقاتلين جيش التحرير اللي نعرفهم ونعرف تضحياتهم. ومن هنا ومن هذا المنبر نحييهم ونشد على أيديهم. ومعلومة ثانية اللي أهم شيء عنا، نحن ما نعدلوا دعاية لحد، ولأن ما حد نحن مع الثورة الشعبية ومع مقاتلين جيش التحرير ومع مبادئ ثورة 20 ماي، نحن مع القضية الوطنية ومع مبادئ القضية الوطنية ومع مقاتلين جيش التحرير
اللي ضحوا ويعطوا الغالي والنفيس أعمالهم يعلم بها لا مولانا. اللي وصلت قتله الاحتلال المغربي وصل 3000، الرقم مرتفع وياسر من الناس يعني قد يقول لك هذا مبالغ فيه وعدد مبالغ فيه، ولكن المعلومة من داخل الاحتلال المغربي من داخل، يعني يعني لا داعي للتوضيح أكثر. أهل مدينة السمارة، أهل مدينة السمارة، أمال أو سرد وقطاع أو سرد وقطاع القلتة نعرفوا عنه سكان فم قلائل، ولكن مصادرنا نثق فيها ونثق في معلوماتها. وهذا التضحيات خاصة احنا نزيدوا ونزيدوا الدعم ونزيدوا الحضور ونزيدوا التواجد ونزيدوا التضحيات من أجل شيء، يعني الوطن، الوطن غالي، الوطن الصحراء غالية، وخاصة ياسم التضحيات، الصحراء غالية. الصحراء غالية، تبغي الدم، تبغي الرجال الزينة، تبغي الغليان، تبغي التضحيات، تبغي التكرفيس، تبغي يعني تبغي يعني التضحيات، الجسام، الجوع، العطش، الموت، الزحف، الاقتحام، التضحيات، يعني ياسم المسائل من أجل الصحراء. يا غير في النهاية اللي تنعمه شيء هو الوطن. الوطن، حد عنده وطن، حد عنده وطن عنده كيان، عنده وجود. حد بلا وطن ما عنده قيمة في كان، تعرفوها. إلين انتوا احنا في الشتات، إلين انتوا احنا في الميزيرية، إلين انتوا احنا في صحق التضييق الخناق، إلين انتوا احنا الصحراء طبيعتنا معروفة، تبغي الحرية، تبغي تطلص، تبغي تعدل اللي بغات. الله يرحم الشهداء اللي ضحاوا، ونحن خاصة نعاقبوهم لا شي زين وشي صالح. أهالينا في مدينة السمارة حسب المعلومات اللي وصلتها قالوا عنه تقريبا 6 قذائف، 6 انفجارات، 6 صواريخ أو 6 نيازك، الله أعلم. صارت هاطر في الحديد وربما التفتت يمينا وارتفت الشمال. قالت تفارقنا، قلت لها فقلت لها نحن، قالت يا مرحبا وسهلا بكم، مرحبا وسهلا. قالت أين تريد؟ قلت أريد من لم يخش زائر يعني أهالينا في المناطق المحتلة مدينة سمارة، يعني بالإجماع يعني هناك انفجارات في مدينة سمارة، والمستوطنين المغاربة يعني خرجوا إلى الشارع لمعرفة ماذا يجري، ماذا هنالك، ماذا يعني من الخوف، وهذا يزرع الخوف. ومعروف هم عارفين عن الأرض، يعني ليست لن يدوموا في الأرض ولن يطأوها بإذن الله في المستقبل، وهم يعني متأكدين وعندهم يعني إحساس عنهم زائلين بإذن الله من تلك الأرض الطاهرة المقدسة عند الصحراويين. مرحبا بكم وسهلا، مرحبا بكم وسهلا. شو ألو، مرحبا وسهلا. ألو ألو، السلام عليكم. مرحبا وسهلا، أهلا. شحالك؟ أنا مشيتك أوديو قرا عندي، أنا ما سمعته، ما في شيء، مالك لباس، تفضلي الأخت. جاك شي خبر هون من السمارة؟ جاك خبر، خبر السمارة عن فيها دوي انفجارات قوية، هل عندك تأكيد؟ هكا حق بعد للمواطنين هنا السمارة، سمعت انفجارات قوية؟ حق بعد. الله يسك. وفي اتجاه الانفجارات الجاية من الانفجارات الشرقي، أنا قايل عنه شرق، شرق شرق. الله يحسن عليك ويجازيك إن شاء الله يا خي. يكون تعود، أنا قايل عنها لا تعود أخبار كيف تزوه. والله هكا تزوه والله مثل الرحال الحق وعد الله. لا شرقي، شرق الحمد لله، الحمد لله. يا
الحمد لله. يلا الله واني بيك. يلا مرحبا، الله يجازيك، يلا مرحبا لا مرحبا جميل. مرحبا، الله يجازيك مرحبا. دائما يعني المواطن البسيط يعطيك المعلومة الحقيقية، ما هو مسيس، ما عنده خلفية سياسية، ما عنده أي شيء. هذا من مدينة سمارة المحتلة، يعني اتصلوا بنا باش يأكدوا الخبر. وتحية لكم، وتحية المقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي من قطاع تويزغي إلى قطاع بيرغندوز. تحية لكم كاملين، والمجد والخلود للشهداء الأبرار، والهزيمة والذل والعار للأعداء الجبناء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.